انت فعلا الصندوق الاسود للفن. ما انت في النهايه فشلت واخده طريق الاثاره، بتخلط الامور وبتتكلم في حاجات هي ملهاش فيها. لا لا عيب عليك. مش هرد. انك وقفت 4 سنين في الازمه دي. او مش هضربه بس هعوره. عارفه لو واحد اخد مني قلم ممكن ما يقومش. اكيد في عقد ناقصه. عمري ما قلت ان الفن حرام. شفتي شكلك بتكذب. الهروب من الواقع. تتجوز عمرو زكي ما ينفعش تتجوز بعده ولا ايه؟ مش ده باظ حضرتك. افسدت الذوق العام. لبناني بيلفظوك بمصر راح يحضنوك. اللي بيقول ان المخرج رب العمل وانا صاحبه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش مسامحك ليوم الدين. لازم تقولي كلام منطقي. ريهام حجاج لا تعلم مكان المونتاج فيه. انا من اعظم ممثلين مصر. لا 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 مع الستات انا غلبان جدا. انا ما عرفكش ولو شفتك هقطعك. لا تجرؤي عليك تدخلي في حياتي الخاصه. اللي بعده. انا مش عايزه كل الناس تحبني. كنتش بعمل الا الصح ومصلحه مصر. انتوا يعني داخلين في حتت عشان تطلعوا واحد غلطان بس. يلا بينا نبدا. اتفضلي. يلا بينا. على سبيل المثال للحصر مثلا، يقول لك ان الخطيب اعظم لعيب جه في تاريخ مصر. على اي قياس؟ هو طبعا لعيب عظيم. اه ماشي. بس هل انت مثلا شفت حماده امام الجيل اللي قبله؟ ما شفتوش. طب شفت عبد الكريم صقر؟ طب شفت حسين حجازي؟ طب انت بتقيس الخطيب انه اعظم لعيب بناء على ايه؟ فيطلع لعيب مثلا كوره زي عبد الجليل مع راجل اسمه اسلام مذيع لطيف قوي صحفي، يقول لك ده رماه ورقه فقام واخدها من الطاقه. ايوه دي دلاله انه اعظم لعيب. يعني ايه الاماره؟ بيقولوا يا استاذ جمال ان زملكاويتك بتخليك غير محايد، وعشان كده دايما بتهاجم الخطيب اسطوره الكوره في مصر. رد حضرتك. اولا الخطيب لعيب عظيم كمان مره زي اللي ده ما اتقال، وانا مش معترض غير على لفظ اسطوره. ايه اللي لو اتعرفنا سوا ايه هو الاسطوره؟ الاسطوره مثلا وصلنا كاس عالم يبقى مش الخطيب. الاسطوره انه لعب مثلا ايه الاسطوره؟ وانا اقول لك الاسطوره انه حريف في جيل الخطيب نفسه كان في على ابو جريشه يعتبر اسطوره، وعلي خليل وحسن شحاته اسطوره عند الناس. ايوه الاسطوره يعني لا 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 في تعريف للاسطوره. موهبته يعني. خلاص يبقى في اساطير كتير هم عايزين يقولوا هو الوحيد لاسطوره الكره المصريه. مين انا مش بقى اللي عايزين يقولوا كده؟ كتير الجوفي ده الميديا الاهلاويه عايزين يطلعوا صور. في اجيال بقى احنا ما شفناهاش زي عبد الكريم صار وحماده امام وصالح سليم، احنا شرفنا. بقول له ده اعظم لعيب جه في تاريخ مصر. انا مش معترض انه لعيب عظيم جدا، مش عظيم بس مين القياس اللي يقول ان ده لا احرف ولا طاهر ابو زيد او هو ولا حماده امام؟ ما نعرفش. لا مفيش جمهور. جمهور اللي يحكم. لا دي ما فيهاش جمهور. لا دي ما فيهاش جمهور، دي فيها نقول قياسات. وعشان نقول مثلا مارادونا احسن لعيب في العالم، لو حد مثلا وصلنا كاس العالم يبقى صلاح، يبقى مثلا حد احترف بره سنين يبقى صلاح مثلا. ايه القياس وانا امشي معاك؟ انما هل هذا يمنع ان الجمهور؟ انما هل هذا يمنع ان شاف حماده امام الجمهور؟ انما هل هذا لا ما شافش حماده امام، ده جال قبلنا. هل هذا يمنع ان الخطيب لعيب عظيم جدا؟ لا طبعا. طب حضرتك قول لي مين هو اسطوره الكوره في مصر؟ ولا حد. في اساطير اذا اعتبرنا ان يعني. طب قول لي مثلا 3-4 منهم. قلت انا وانا ماشي قلت في جيل الخطيب بس. بس. كان في حماده امام، وكان في علي ابو جريشه، وكان في حسن شحاته، وكان في طاهر ابو زيد، وكان في مصعد نور في المصري، وكان في ناس كتير جدا في كل الانديه، ابو رحاب، ناس كتير كانوا لعيبه كوره كويسين. ده مش معناه برضو تاني عشان ما يتغيرش الكلام ان الخطيب مش لعيب فوق العظيم. بس ايه لفظ الاسطوره؟ انا ده اللي معترض عليه. ليه الخطيب هو اكتر لعيب الجمهور ملتف حواليه؟ جايز عوامل اخرى يعني، هو لعيب كوره عظيم وراجل مؤدب ومحترم، جايز دي كلها صفات مخليه يعمل كده. انما انا معترض. وعلى فكره خليه عشان الاسطوره. لا يعني الاسطوره ما تزعلش حد في حاجه، بس يبقى في اساطير غيره. كذا عامل مع بعضه مش عامل واحد. ما انا بقول لحضرتك يعني مثلا الخطيب بالنسبه لمنتخب مصر عمره ما عمل لنا حاجه غير ان احنا خدنا بطوله 86 وكان كبر فيها وكان احتياط. ده معناه انه مش لعيب كويس، لعيب عظيم جدا بس مش هو اللي جاب لنا البطوله مثلا، زي طاهر ابو زيد عاديه، ولا زي مثلا حسام حسن، ولا زي. وده مش تقليل منه، بس قولوا لي ايه الاسطوره وانا اقول معاكم. طب هو زعل منك لما قلت الكلام ده؟ ما اعرفش صراحه، انا بقول رايي، انا مش قصدي ازعله. حتى لو زعل انا بحبه
على المستوى الشخصي وانا بشوفه عندنا في الجيم مفيش حاجه بينه وبينه، ده رايي يعني، ما قللتش من قيمته بالمناسبه. انا بقول انه لعيب عظيم، بس في لو ده الاسطوره يبقى في اساطير زيه كتير. نشوف اللي بعده. شوفي اللي بعده. ايه لسه ملكه الرومانسيه بس؟ متعجرفه شوي. نعم؟ متعجرفه، هاي الكلمه المضبوطه؟ لانه نقصته، متعجرفه شايفه حالها. ايه. لا من شيء تجربه شخصيه يعني، مش انه شيء. بس تجربة انه بمجرد عم تقول كلمه واحده ما رح اخبرك ليه. بيقولوا ان انت هاجمتي زميلاتك اللي الزمن اثبت انه استمرارهم في النجاح اكبر منك ومتفوقين عليه. يا حبيبتي انا بهاجم بطريقه اللي بدي اقوله وبحكي الطريقه اللي بدي اقولها. انا اليوم بحس بك على اخلاقك، اذا اليوم انت قللتي من قيمتي انا الشخصيه مش هاسكت لك على الموضوع. مثل ما كنت تكوني ان شاء الله بدق راسك. مين اللي قلل يعني منك؟ ما حدا يقلل من شأن حدا. يعني هي قللت وقتها من شكلك الشخصي قديم. كان حتى لو قديم يعني قللت بوقتها، ده كان رد فعل لفعل هي عملته. طبعا انا على فكره انا ما بدعس على طرف حدا، انا عمري ما بدق باب حدا، بس اللي بدق بابي ما بسكت له. ينفع تقول لنا عملت ايه؟ كنا بالمطار وتما يطلع وجه بوجهه وتقول مرحبا. وقفت مدير اعمالها بوجهه كل الوقت. فعشان كده انا يعني زعلت. فهمتي يعني ان دي مش حركه يعني طبيعيه، يعني دي مش مقصوده. انسي انا فنانه وهي فنانه، دي لو انا انسانه عاديه وهي انسانه عاديه وعملت كده ازعل من الموقف ده، عشان انا ما تربيت هيك. نحن ببيتنا تربينا نقول مرحبا، والمرحبا هي للرب لله، نحن بنقول سلام للرب. متواضعه انك تكوني متواضعه هيك انا وتتجاوبي مع انا لمين ما كان. انا التواضع تبعي بيكون بكثير من المطارح، وبكثير من المطارح الثانيه يمكن ما اكون متواضعه، بس انا بتواضع بالمطرح اللي لازم اتواضع طيب فيه. طيب نيلي، بعد اللي حصل ده هل حصل وتواجهته بعد كده؟ لا ما لا يعني ما تقابلتوش في مكان، ما قابلتيهاش في مطار تاني. ما تقابلتوش من وقتها؟ ممكن لو قابلتها بمطار تاني هلا بوقف انا مدير اعمالي بوجهها، حتى لو مين ما كانت تكون، حتى لو كانت بقيت انت بقى اللي متعجرفه دلوقتي. لو عايزاني كده عادي. انا قلت لك انا ما بدعس على طرف حدا، بس اللي بدعس لي على طرف انا مني منزله، لا انا برد صعصعين. هل حصل عليكي يعني اتفاق لقيتي مثلا حد بيحاول انه يوقف مسيرتك، مؤامرة على مسيرتك الفنية؟ لا مش مؤامرة يعني، مش انه مستقصديني، بس ايه صار في كتير ناس حاربتني ببدايتي. وضلت يعني بالهيدا في كتير عالم حيربوني. ايه تقدري تقولي مين؟ انتاجي. عندك الشجاعة تقولي مين؟ طبعا قولي ببدايتي. واحد اول شيء الله يرحمه سيمون اسمر، انا انشهرت ببرنامج سيمون اسمر بحبك. الله يرحمه. ليه طيب؟ طيب مين يمكن كمان؟ يمكن على حساب نجمه ثانيه، لانه اخذت الاضواء من قدامه. من مين؟ مش حذكر اسامي. اول حرف من اسمها ايه؟ طيب مين كمان؟ روتانا، شفت محاربه منها، مع انه دفعوا بوقتها مبلغ هائل جدا 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 حتى اكون معهم واترك ميوزك ماستر، الشركه اللي انا نجحت بشوفة العين بألبوم شوفة العين معه. نروح للي بعده. يلا ماشي كده تمام. تمام والله. اللي بعده. ومش مصدق اللي حصل، لكن ده درس لينا كبير، عشان الناس اللي هي بتعلن ان الفن حرام وبعدين تختفي شوية وبعدين ترجع تقول لا مش عارف ايه، فلا عودة للناس دي تاني ولا مكان للناس دي في النقابة، وده قرار نهائي. والسيدة صاحبة الحادثة دي لا مكان لها في النقابة مرة أخرى، وإحنا غلطنا لما قبلنا عودتها وهي كلمتني بدل المرة 10، وأنا بعتذر إن أنا قبلت عودتها أنا ومجلس النقابة، لكن لا مكان لها في النقابة ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى في النقابة. اللي شايف الفن حرام يتفضل يكمل لوحده. بيقولوا انك انت كنت قاسي مع حلا شيحة، وان كان المفروض انك تحتويها وتعدي الموضوع، ردك ايه؟ ردي ان انا غلطت في عودتها، هو نفس ردي. انت حضرتك شايفه
ان الفن حرام خلاص خلاص. في ناس اعتذرت في هدوء يا جماعه. وفي بعد شاديه يعني حضرتك مش ضد اللي يقول كده هو حر، بس في هدوء وما ده قرارك ما يفرضهاش، عشان لما ترجع بقى يبقى شكلك وحش عضو في النقابه كمان، وعشان لما ترجع بقى شكلك وحش. انا مش انت قلت الفن حرام؟ طب سؤال، هل الفنانات المعتزلات بيظلوا يبقوا اعضاء في النقابه؟ حسب رغبتهم، حسب رغبتهم. ده ايه النقابه الحلوه دي؟ حسب رغبتهم. في ناس بطلوا لانهم خلاص يعني شايفين ان رسالتهم خلاص. انا كانت فكرتي عن النقابه بصراحه انها اقصى من كده. لا والله. لكن يعني هل نقبل ان حد مننا يطلع يقول الفن حرام وبعدين شويه ويرجع؟ لا يعني ما هو اعتزل يعني خلاص مش في الشغلانه خلاص، مش عايز يشتغل الشغلانه. ده اعتزال. يعني مين اللي كان قاسي على مين؟ احنا اللي قاسيين عليها ولا هي اللي قاسي علينا؟ هل احنا نستحق منها ده؟ هل زملائها يستحقوا منها ده؟ تعظيم سلام. وهي اخت فاضله وصديقه عزيزه وشرفت باني درست لها في المعهد وكل حاجه. انما انت عايزه تنسحب انسحب. يعني احنا بنحب مهنتنا على فكره، زي ما حضرتك بتحبي مهنتك. هل حضرتك تقبلي ان حد يهين مهنتك؟ لا الله، ولا حد من اللي موجودين يقبل من اصغر واحد في البلاتو الى اكبر واحد. احنا يعني ان احنا نوصم وتخلي حد يطلع يشتمنا ويقول علينا الفاظ. موقفها من تامر حسني في هذا الموقف، انت كنت شايف انه صح ولا غلط؟ انها بعد ما خلصوا الفيلم وقبضت اجرها رجعت بتطلب حذف بعض المشاهد، وبعدين تعاتبوا على الملأ انه ازاي ينزل المشاهد. مين اللي غلطان هنا؟ هقول لحضرتك على حاجه. بصي انا اعرف استاذه حاله شيحه كويس، هي سيده فاضله جدا جدا وطيبه جدا جدا جدا. يعني التصرف كان غريب شويه، التصرف كان غريب. يعني انا عملت معاك برنامج خلاص، لو في اي حاجه انا اقول لك دلوقتي، يعني فدي خلصنا وانا عندي اي ملحوظه اقولها لك. انما ما ينفعش بعد ما اخلص ودي فلوس ناس و يعني مجهود ناس وممكن كان يكون انه هيخل بالعمل بالظبط بالظبط. لكن انا يعني بقول ما ليا وما عليا. هي انسانه طيبه جدا جدا واخت غاليه وعزيزه، ولكن احنا خلافنا في اهانه المهنه او ضرب المهنه او ضرب الزملاء. طيب هل بقى لو عادت حاله شيحه مره اخرى اكيد مش هبقى انا موجود؟ ليه؟ لان انا لو موجود انا قراري واضح. في يقول العباره على الهوا واللي ما اقولها لا يمكن. فاكره ممدوح الممثله شابه صغيره؟ انا اللي عملت محضر بالعقد اللي معايا. العرافة وشيخ العرافين. بما ان انت تعبتني بقى انا هريح الفقرة دي معاك. العرافة وشيخ العرافين ده ملعبي على فكرة بجد. يلا بينا. يلا. الأستاذة إلهام شاهين وقفت لك التصوير صح؟ وقفت لي ايه؟ التصوير بتاع الحلقة. لا لا معلومات مغلوطة خالص، مفيش حلقة ايه؟ في برنامج لماذا؟ دي بنرجع على موضوع سوء التعبير اللي كان بين اللبناني مشكلتي. مشكلتك طبعا. اختلاف جاي اللهجات. انت داخل بلد انت مش عارف يعني فيها لا. حاجه وتدرسها المفروض الاول. ده انت توني خليفه حدرس القاموس المفردات. انا مش عرفت طبيعي. انا في يقول في يقول العباره. انت شغلتك انك في تتكلم في يقول العباره على الهوا ولا ما فيش قولها؟ في شغلتك انك تتكلم في يقول العباره على الهوا ولا ما اقولهاش؟ أي عبارة؟ اللي قلتها لإلهام شاهين. هي لائقة ولا غير لائقة؟ عندنا لائقة جدا، عندكم طلعت مش لائقة. وعندنا غير لائقة يبقى ما تقولهاش. بعدين عرفت إنها غير لائقة، أنا مش عرفني. هو اسم باللغة الفصحى. لا 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 لا. هو لا. اسم عربي. لا يمكن. ما هو اسم عربي. أيوه لبنان عادي، إحنا في مصر مش عادي. مش في لبنان، في الأمة العربية كلها عادي. يعني عندما نعرف جمهورك اللي أنت عامل له البرنامج مش عادي. بتكابر ليه يا توني؟ مش بكابر، انا بتكلم لغه عربي. وانا مش عرفني يلا انه في بلد. يلا يا مين اللي على نعم هي قالت وقفت لي التصوير عشان يعرفوا ليه. فانا قلت يعني انت ما قلتلهاش حقك عليا يا ست الهام؟ طبعا لما عرفت لما طيب عرفت خلق. الكلمه شو هي؟ يبقى انا صح. لا مش انت صح عطيني. انا مش عرفني يا جماعه. بصوا يا جماعه اصطفلوا مع توني خليف. طب انت بتتدخلي ليه؟ ما انت قلتي لي مش هتدخل.
خلاص سيبيني مع العرافين، ما بقدرش. سيبيني مع العرافين، جيبوا لها قهوه، خدوها حاجه تعمل قهوه كده وترجع. بشرب شاي. اشربي شاي. تشرب يلا. شاي؟ لا شكرا، انا بشرب شاي، بشرب مي بس. يلا يا ست عرافه. مساء الخير يا الهام. مساء النور يا عرافه. جاهزه معايا على العرافه؟ جاهزه يا ستي. مستعده؟ اه ايه يعني هستعد وانا داخله الماراثون؟ انا عارفه. فنانه كانت معاكي فيلم، جابت معاكي في الفيلم بودي جاردات، كسرت قفشات الفيلم وكانت بتشاركك في الفيلم ده، وكسرت القفشات وعملت قفشات جديده باسمها وصورتها لوحدها، حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. لا حصل. مش كسرنا قفشات واتعملت قفشات في فيلم زمان قوي. شالت القفشات؟ لا ما شالتش حاجه خالص، كل الكلام يعني ده. يعني انت عارفه هي بتتكلم على مين؟ هي قالت كده على فكره. انا عارفه. بس استني اعرفها بقى. لا 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 معلش. طب امال ايه اللي حصل؟ في فيلم كنت انا فيه وفيفي عبده، اول ما مثلت فيفي عبده، وانا كنت حاطه في العقد بتاعي ان اسمي الاسم الاول على الافيش، وفيفي ما تعرفش الحكايه دي. خلصنا الفيلم، المنتج قال انا معيش فلوس اعمل دعايه، فهي بقت زعلانه جدا لان هي يعني لسه في الاول وعايزه يبقى فيه دعايه جامده وحاجات كده، فقررت انها تعمل افيشات على حسابها. هو انبسط، اعملي على حسابك. فلما عملت الافيشات على حسابها كتبت اسمها الاول، فانا اللي عملت محضر بالعقد اللي معايا وخليتهم شالوا لها الافيشات، مش كسروا بقى وبتاع، اتشالت الافيشات على ما اتحكم بينا. ومين اللي شال الافيشات؟ عايزه اقول لك على ما اتحكم بينا. لا بقضيه بقى وبتاع. لا انا عارفه يعني يمكن جبتي جردات شالوها. لا 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 ما اعرفش اجيب جردات والحاجات دي. طيب. لا لا ولا هي جابت، مفيش الكلام ده، هي اللي بدات وحطت افيشات. اه الافيشات غلط. طيب. على ما قعدنا نتجادل كان الفيلم نزل السينما وخلص. عايزه ايه يا عرافه؟ عندك ايه؟ استنى عرفها، ده انا عندي حاجه شديده قوي. فاكره ممدوح الممثله الشابه الصغيره؟ اللي انت بتحورات انت رايح جاي معاها وطالع داخل، وعشمتها يا ممدوح انها تبقى ممثله او ان انت تنجمها وتبقى نجمه كبيره، وهوب يا معلم لحست كلامك واديتها بومبا. لا معرفش انا حد. ليه ينفع كده يا ممدوح؟ لا معرفش حد والله كده. اقول انا الشيخ العرافين؟ اتفضلي قولي. اسمها اميره اول حرف منها. انكر بقى. لا اول حرف اميره، ما انت قلت الاسم كله. اه ما تفضحوش الناس بقى، اسكتوا بقى. لا 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 مفيش حاجه خالص والله. لا فضايح كده يا جماعه. لا لو بيتكلم على اميره، لو هو بيتكلم يا ممدوح قريبه نجمه كبيره. ايوه عارف انت قصدك على مين. لا لا احنا تقدر انت تقول اسمها كامل. احنا صديقه العيله. صديقه العيله. صديقتي وصديق، وانا صديق الوالده وصديق. عشان صديقه العيله تدي للبنت بومبا. اديها بومبا فين يا عم؟ احنا اصحاب بقول لك. لا 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 مفيش كلام من ده. كمل يا شيخ العرافين. اسمعي 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 يا دكتور. شريف اكرامي في الجابون يا كابتن، خاف يلبس الجاكيت. كويس. ليه؟ خلصت كده اللي عندك؟ ما انا بقول لك اهو، قول لنا ليه؟ ولا اقول انا؟ لا استنى عليه شويه يا شيخ العرافين، اديله فرصه يفكر. ياوه اهمدي شويه. لا موقف والله يا دكتوره، والله موقف طريف والله، يعني بقول لك حقيقه. كنا في قاعدين مع عبد الله اللي هو بتاع عامل اللبس. وانا قاعد في اوضتي لقيت جالي اللبس بتاعي. والله ما بكذب عليكي، لقيت جالي اللبس بتاعي، ببص في اللبس. احنا في اثناء الفتره دي كنا بنتمرن، ما فيش حد بيلبس جواكت في التدريب، حراس المرمى بالذات نحب نلبس الجواكت عشان انت عارفه الملعب والارضيه والجو يبقى حر ولا الجو مثلا في. وبعد كده لقيت اللبس جاي لي، ببص لقيت الجاكيت بتاع شريف اكرام عندي. وانا ما اعرفش لسه عامل لبس والله، لسه عامل لبس قاعد قدامي والله، قاعد قدامي لسه واقف قدامي. قلت له الجاكيت ده مش بتاع عبد الله. قال لي، قلت له ده بتاع الشريف، لان يعني المقاس بتاعه كبير يعني. ايوه بس انت عرفت منين يعني؟ مش مكتوب اسمه؟ لا ما فيش حد بيلبس الجاكيت ده الا انا هو. طيب. الحراس المرمى بالذات بيحبوا يلبسوا لبس عشان التدريبات وبتاع. طب والشناوي نفس القصه برضه يا حضرتك؟ لا الشناوي اصلا ما كانش موجود معايا يعني، ما كانش موجود معانا. الشناوي كان سافر خلاص. كرامي والشناوي كلهم ما بيرضوش يلبسوا اي لبس يجي من عندك. الشناوي اصلا الشناوي ما كانش معانا في البطوله خلاص، رجع مصر. روسيا يا حضري. رجع مصر. الشناوي مين فيهم طيب؟ ما حد في اتنين شناوي يعني. انت في واحد فيهم عامل له والتاني مش عامل له. بساله بقول له انا بقول انا بسال محمد الشناوي. المهم اكيد اكمل الموضوع بعدين نتكلم في الموضوع التاني بتاعك يا شيخ. اوكي. بعد كده جه قمت نايل عبد الله، عبد الله الجاكيت ده مش بتاعي، ده المقاس ده بتاع شريف، خد روح وديه له. رحنا عبد الله راح وديه له، وانا عبد الله اخذ الكيس وديه له، واخذت الكيس بتاعي ومشينا. لقيت شريف قال لا مش هلبس الجاكيت ده.
قلت له عبد الله خلاص حاط له جاكيت جديد في قلب التيكت بتاعه. ده الموقف. خايف من جامايكا؟ ما انا قلت لك اهو. لا تجرؤي عليك تدخلي في حياتي الخاصه. ما حدش يصرف عليا ولا راجل ولا ست. انا مصطفى دريم. اذا ما قلتش اسمها هعتبر انك ما قلتليش اسرار وهقول السر اللي عندك. سرك مش في بير. هديكي سر هقوله للناس. ممكن تقولي لا مش عايزاكي تقوليه، هقول لك مش هقوله بس تقولي لي سر بداله. طب ويمكن السر يبقى بالنسبه لك تمام. اه اوكي. ايه الثقه دي؟ عينيكي حلوه قوي يا بس. اهو انت ما برضه هديكي السر على فكره ما ترشينيش. فيكي جمال خليجي كده. ايه ده انت ازاي تطلعي حاجات زي دي للناس واي حاجه كده تطلع بره البيت؟ ايه ده؟ ما هو اسمه سرك مش في بير. لا 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 لا، كل انسان ليه حياته الخاصه وكل انسان ليه اسراره، والمفروض انك لا تجرؤي من نفسك، لا تجرؤي عليك تدخلي في حياتي الخاصه. بتجيبي منين المساحه دي؟ حط لها العداد قدامك 30 ثانية، لو ما اديتنيش سر بداله هقول السر ده. ايه القوة اللي انت فيها دي؟ انت 40 كيلو. ما تضحكينيش. هضحكك. طيب مرة وانا صغيرة خدت عيدية وقعدت اجمعهم وصلوا 4 جنيه وخبيتهم ورا برواز بتاع صورة بابا في بوك كده، قامت ماما وهي بتنظف يوم الجمعة خدت البوك وطلعت الفلوس وخدتها هي وحطيت البوك تاني. اقتنعتش؟ ده مش سر. ده ألمني جدا. بتضحكي عليا؟ أنا زعلت جدا إن هي عملت كده. والله العظيم. يعني اتخانقوا مع بعض بعدين. اتخانقوا في البيت مع بعض. أنا أساسا حياتي ما فيهاش أسرار. طب ما نقول اللي هنا معلش. لا لا، في حاجة اسمها حياة خاصة، افهمي، حياة خاصة. طب ما أنا عندي أسرار ليكي، ما أنا ممكن أقولها برضه. دي لما أقعد مكانك على الكرسي هخليكي وتخيريني وهديكي سر بجد، مش هقعد اقول لك اصل انا حطيت الفلوس ورا الصوره وماما خدتها و4 جنيه و3 جنيه. قولي سر يا انتصار، قولي عشان اقومك بالحلقه دي. ما عنديش اسرار، ولو عندي اسرار مش هقولها لك، اصل انت مش بنت خالتي يعني عشان اقول لك اسرار. لكن اقول لك اسراري ليه؟ ايه اللي بيني وبينك عشان اقول لك اسراري؟ عشان اخليكي تقولي من على الكرسي اللي انت قاعده عليه. ده الواحد ما بيغش اسراره لاصحابه عشان ما يشيلهمش الهم ويشيلهم المسؤوليه. اقوله لك انت عشان تروحي تزعلي كل الناس؟ لا طبعا. قولي السر مش هتقومي على فكره. عدلها تاني لاخر مره هعدي انتصار. اذا ما قلتيش السر بجد انا هقول اللي عندك. مش حاضرني حاجه دلوقتي ومش عايزاكي تقولي اللي عندي. وانا مش هخلص الحلقه. 10 9 8 7 6 5 4 لو سمحتي 3 2 1 دي حياتي الشخصية. السر اللي عندك يا انتصار انه في عريس وفي مشروع جواز قريب وهقول على اسمه. لا طب بلاش تقولي على اسمه، انت قلتي دلوقتي الموضوع، بلاش تقولي على اسمه لو سمحتي، معلش لغايه ما يتم. طب الموضوع، طب احنا هنفرح لك، مخبيه ليه؟ لا ما انت تنبري فيه ما يتمش. يعني ممكن تبصي لي فيها ما يتمش. اه بس ايه رايك في ان احنا عرفنا اسمه؟ اه دي يعني انا كنت قلت هتعرف ان في مشروع لكن وبيشتغل ايه؟ اه لا okay. بس معلش جو اهيد. تمام. لا 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 ايمه وسيمه ايمه وسيمه. اه وانا عارفه ان هو مبروك جامد. مقدما شكرا، ربنا تمامها بخير. احتفظ بقى بالابتسامه دي بعد ما تاخد السر. قولي. ده سر عنك ما يعرفوش حد، او انت مش ظاهره لحد، احنا هنقوله. هوريهولك انت الاول، ممكن تقولي ما تقوليهوش، مش هقوله، انا موافقه، بس هتديني سر بداله في 30 ثانيه تكون مطلع لي السر التاني اللي انت بارادتك هتديهولي.
لو خلصت ال 30 ثانية وما كنتش قلت لي سر تاني هقول السر ده. قولي. يلا احسب له ال 30 ثانية. قولي. أقوله؟ ليه بتحسبي؟ قولي طبعا. أقوله؟ اه طبعا. قولي. متأكد؟ طبعا. كنت على علاقة بواحدة عربية زمان وكانت بتصرف عليك. لا ما حصلش. كده. مفيش كلام من ده. وكانت أكبر منك ب 30 سنة. 30 سنة؟ ليه؟ أنا عارفة. ما تقول لنفسك. على الله. ما تقول لنفسك. عارفة إيه دي؟ زمان بقى كنت صغير. قد إيه؟ ها؟ قد إيه كام سنة يعني؟ ما أنا يعني زمان مش ما مش عارفة. 30 سنة مثلا؟ فهي 60. أيوه 20 سنة وأنا لسه في البلد فهصاحب واحدة عربية منين دي؟ لا طبعا ما حصلش اصلا. بس كنت مصاحب واحده اعرف واحده كانت اكبر مني في السن بس ما كانتش بتصرف عليا اصلا ما كنتش لاقي تاكل يعني. وكانت مش مصريه؟ اه كنت اعرف واحده مش مصريه كانت اكبر مني في السن بس مش ب 30 سنه. 30 سنه ايه؟ بس كنت اعرفها عادي ما فيش علاقه يعني ما فيش حاجه حب بقى ورايحين جايين مع بعض خالص. طب ما ده ادهى يعني. ليه؟ ادهى في ايه؟ مش عارفه بقى انت قدر. لا بصي انا ما حدش يصرف عليا ولا راجل ولا ست. أنا مصطفى درويش. أنا معايا سر عنك بس هقولهولك الأول. وافقت إن أقوله؟ حلو قوي. ما وافقتش؟ موافقة بس اديني سر بداله. يلا بينا؟ يلا بينا. خد. بسم الله. لا أنا هقولك أنا السر أحسن خالص. أنا هقوله بوضوح. قال لك الكلام ده انا اقول لك انا خلاص اتكلم انا اقول بصراحه كده خالص بقى واللي يحصل يحصل واقول كل حاجه عادي وهبقى انا اعترفت هنا على الترابيزه دي في البرنامج بتاع حضرتك ومعاكي يعني السر ده هنحطه لا لا على جنب هقول لك انا السر انا طيب على حضرتك برج السرطان. برج السرطان ده بيحب وبرج حالم كده بس ليه انا بقول لك بقى البرج ده؟ لانه بيحب خلاص متفقين انما اللي انا فيه بقى ان انا احب في صمت لمده 20 سنه او 25 سنه ايه؟ حبيت وما بقولش حبيت وما قلتش؟ واحده كانت زميلتك في المعهد دي في الشغلانه لا في المهنه ونجمه كبيره وحلم كبيرة. وحلم عندي هي حبيتها حب عجيب لان انا ما بنام اصحى بيها واقوم بيها ولو طب اشتركت معاها في عمل مثلت معاها مره مسلسل وهي ما لهاش علاقه بيها خالص يعني ما فيش مشهد يجمعني طيب بص اذا ما قلتش اسمها هعتبر انك ما قلتليش اسرار وهقول السر اللي عندك يعني ميرفة تامين بحبها حب غير عادي طب قاوم طب لا حاول لا ما بقاومش يعني انا بص اي حاجه انت بقول لك هي ميرفت امين دي حبيبتي جدا بعشقها بجد جدا قعدت 20 سنه تحبها وما زلت حب الغرام وعمري ما قلت لها ورغم ان احنا اصدقاء جدا وقريبين من بعض جدا وما بشوفها وهي اول مره تعرف ده النهارده دلوقتي لا. وانا ما بشوفها بقعد قدامها ما بتكلمش خالص ما بعرفش اتكلم خالص ولا جمله ونفس الحالة دي عشتها مع الأستاذة سناء يونس رحمة الله عليها الله عشقت هذه السيدة جدا حب الغرام برضو لدرجة إن أنا يوم فرحي هي اللي كانت ماسكة في ظهري وأنا كل ما أبص لها ومعايا العروسة اللي هي مراتي المفروض اللي هي مراتك دلوقتي اللي هي دلوقتي أبص على أنت دلوقتي لما تروح البيت هتروح إزاي بعد الكلام ده ولا حاجة أقول لها الولية ماتت الله يرحمها We'll be right back.